معطى جديد دخل على خط عاصفة الحزم بعدما دخلت روسيا بقوة في محور المعارضة للتحالف العربي داعية من الأمم المتحدة إلى وقف الضربات على اليمن. في المقابل قدمت مصر جرعة إضافية للتحالف عندما قال رئيسها عبد الفتاح السيسي لن نتخلى عن أشقائنا الخليجيين، معلنا أيضا أن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب هي من أولويات الأمن القومي المصري. فرد عليه الحوثيون أنهم مستعدون لنقاشات مباشرة من أجل إزالة المخاوف فيما يخص المضيق وتأثيراته على الملاحة الدولية. هذا في السياسة، أما في الميدان فقد هرب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي تدعم قواته الحوثيين في طائرة روسية وصلت إلى اليمن لإجلاء دبلوماسيين من دون معرفة وجهتها وفق وزير الخارجية اليمنية رياض ياسين. كما أعلن عن انشقاق أحمد عبيد بن دغر نائب صالح في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وهروبه إلى سلطنة عمان. في هذا الوقت ترزح المحافظات اليمنية التي تتحصن فيها جماعة أنصار الله الحوثية تحت وطأة غارات التحالف العربي التي تدك مناطق الحوثيين لوقف تقدمهم في المدن الاستراتيجية. بعد صنعاء يقاوم الحوثيون بضراوة على مشارف عدن في المعلة، حيث بدأت دباباتهم باقتحام المنطقة وسط قصف عنيف على الأحياء السكنية، فيما واصلت بوارج التحالف البحرية قصف مواقع المسلحين. حماوة الميدان اليمني تزداد بين غارات التحالف جوا واشتباكات الحوثيين مع المقاومة الشعبية برا في محافظات عدن وصعدة وصنعاء، ما أسفر عن مقتل 185 شخصا خلال 9 أيام من المعارك. الصليب الأحمر طائرتين تحمل إغاثة سوف تتوجه إلى اليمن، ومحدد لهم الوقت المحدد لوصول هذه الرحلات. لدينا رقم تليفون خط مباشر، ولدينا رقم تليفون ويظهر في الاكستنشن أو التحويلة اللي موجودة على الشريحة للتواصل مع هذه اللجنة لتسهيل إجراءات العمل. الحوثيون اقتحموا مقر القنصلية الروسية في عدن واستخدموها للقنص في وقت مد التحالف عناصر المقاومة الشعبية عبر مظلات بالأسلحة والذخائر وبنادق كلاشنيكوف وأخرى قناصة ومعدات اتصالات في مرفأ عدن.